البنات اقسم بالله لا راني مصدومه بالنتيجه اللي عطاتني هذه الوصفه. هذه راها شي حاجه تفوق الخيال البنات، شي حاجه واعره واعره واعره، تغنيك على جميع الكريمات، كريم هائل بثلاث مكونات. اليوم غادي نصاوب معكم كريمين، يعني جوج البنات، واحد للوجه والاخر للجسم. يعني لا عندك شي منطقه يعني داكنه تحت الابيض بين الفخذين الركب وكتحرجك وكتحشمي منها، نسايها. وحتى العنق البنات، الاخوات اللي تيقولوا لي العنق ديالي كحل ومتصبغ، نساو عليا التصبغات البنات، شي حاجه واعره واعره واعره. المكون الرئيسي جد طبيعي، والنتيجه قدامكم في الفيديو انتم كتشوفوا معايا قبل وبعد، شي حاجه يعني فوق الخيال كما قلت لكم، شي حاجه غادي تغنيكم على كل شيء. شوفوا تبارك الله البنات، النتيجه روعه 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 روعه، كتعطيك ترطيب تبييض، وكتحيد لكم كاع النمش والكلف والتصبغات وحتى دوك الحروق ديال الشمس، شي حاجه روعه. تبعوا معايا الفيديو وديروا لايك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته خواتاتي والغاليات ديالي، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد وموضوع جديد، ومرحبا ومليون مرحبا بالتعاليق ديالكم واللايكات ديالكم والحب ديالكم، تنشكركم. وانا بدوري تنبغيكم وعزاز عندي بزاف بزاف بزاف، ودائما تنقولها لكم تنعتز بالتعاليق ديالكم وبالتواصل معكم وبكل شيء، لانكم الصراحه انتم هما عائلتي الثانيه. اليوم غادي نتكلموا على وصفه اللي محتاجينها كاملين كنساء في هذا الصيف وفي هذه الحراره. البارح عطيتكم فيديو زوين ووصفتين رائعتين للناس اللي كيكونوا عندهم، او الاخوات اللي كيكونوا عندهم حروق الشمس، يعني اللي كيمشيو للبحر او لابيسين او اللي كيخرجوا غير للمقضيه وكيبقى مطراسي فيهم الفولار بحال هكذا، وكيبقى الوجه ديالهم كيولي احمر وبحال ملتهب. عطيتكم وصفتين رائعتين لهذا المشكل البارح. اليوم غادي نعطيكم كريم رائع ووصفه طوب طوب البنات، كتبيض كتصفي كتنقي. المكون الرئيسي فيها جد طبيعي، ووصفه يعني بحال اللي كتباع في المحلات، المكونات ديالها سهله وبسيطه وغير مكلفه كما ولفت معكم دائما، ولكن راه كتعطي واحد النتائج رائعه. غادي نوريكم كيفاش تستعملوها للوجه وكيفاش تستعملوها للاماكن الحساسه، يعني تحت الابيض بين الفخذين الركاب المرافق، يعني الاماكن اللي عندنا غامقه كيفاش نستعملوها اليوم، شنو هي الاضافه اللي يمكن لينا نضيفوها اليوم من غير ديال الوجه. اذا تبعوا معايا الفيديو من البدايه الى النهايه، لان بزاف ديال الاخوات كيعانيو من هذا المشكل ديال السميرار ديال البشره والبقع الداكنه والكلف، وتيكون الوجه ديالهم مطلص هكذا بشي حوايج اللي هما ضارينهم في خواطرهم. زائد بزاف ديال الاخوات اللي عندهم مشكل ديال يديهم ما متوحدش فيهم اللون، وتيكونوا سمر بزاف وحتى الرجلين وكاع الجسم. يعني هذا الكريم غادي نقسموه الى نصفين، غنوريكم كيفاش نستعملوه لهنا ولهنا. كنتمنى تتبعوا معايا الفيديو من البدايه الى النهايه، ما تنساوش اللايك، ما تنساوش تشتركوا في القناه لاول مره كيشوفني. كنبغيكم بزاف، نبداو المكونات والطريقه على بركه الله. اول حاجه غادي نحتاجوها بنات هو هذا المكون كما شفتوا معايا في الصوره المصغره، اللي هو اللفت الابيض. هو هذا البنات سبق لي وعطيتكم به وصفات، وعطيتكم به كريمات، وعطيتكم به يعني حوايج مزيانه بزاف 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 للوجه والجسم ككل. معروف بالقوه ديالو في التبييض، معروف بانه كيستعملوه كوريا والصين اليابان في هاد الكريمات هادو ديال التبييض، وكيكونوا الاثمنه ديالهم خياليه، لانهم عارفين بان المحتوى ديالو المكونات ديالو راها غنيه بزاف بالاشياء اللي كتنفع لينا البشره ديالنا. غادي ناخذوها البنات بلا قشره طبعا، غادي نحيدوا ليه القشره ونقيوه ونحكوه عاد باش غادي نرجع معكم. هنا بنات بعد ما نقيناها شوفوا معايا غسلناها، غادي نحطو الحكاكه هنا، ما غاديش نستعملو المبشره من الجهه اللي تكون غليظه، اولا قد ما كانت رقيقه يكون افضل واحسن باش هكذا ما تعذبكش يعني وانت كتصفيها. غادي نشدو هاد الماكله نحكو، انا غادي نستمر تنحكها كامله ونرجع معكم. انتما بنات انا بعد ما حكيتها تيكون غني بالماء البنات، حاولوا ما امكن انكم تاخذوا شي وحده اللي تكون صغيره فهمتوني، ما تكونش شي لفته كبيره باش ما يكونوش فيها داك العروق. قد ما خرجتوا الماء ديالو وداك الحليب اللي تيكون فيه الداخل، قد ما عندكم المن فيها اكثر واكثر. اشنو غنديروا دابا البنات؟ غادي نجيبوا واحد الكاس يكون حجم يعني عادي مويان ديال القهوه، وغادي نديروا فيه حليب كامل الدسم. اللي لقات حليب كامل الدسم، نعم اللي ما لقاتش شنو غادي دير؟ غادي تفيض الحليب اللي عندها متوفر عندها في الدار، وغادي تحيد منه هذيك القشطه اللي تتكون الفوق، يعني هذيك الفراره اللي كاينه الفوق، هذيك هي باش غادي تخدم معنا الكريم. انتما البنات غادي ناخذوا من كاس، تبعوا معايا العبار يجيكم داكشي من القاعد.
هو خوينا على هذا اللفت اللي سبق لينا وحكيناها البنات، وغادي نديروها على النار. غادي تبقى يدينا فيها بالتحريك، زائد ان النار ديالها تكون مهيله يعني متوسطه الى يعني منخفضه. هذا باش غادي نوريكم المكونات اللي غادي نضيفهم ونوجدهم مع بعضياتنا في هذا الاثناء البنات. وهذه الوصفه ديالنا كاينه البوطه، هذوك المكونات يعني على النار. اشنو غادي نديروا؟ غادي نجيبوا صابونه. يستحسن انكم تستعملوا في هذه الوصفه هذه الصابونه هذه ديال الحليب، اننا استعملنا الحليب في هذه الوصفه وهي كتجي رائعه صراحه في التبييض وفي الترطيب بجوج. يعني البنات اللي عندهم قشره ميته في الجلد ديالهم سواء في الوجه ولا في الجسم، يستحسن تستعملوا هذه. راه الرائحه ديالها تتكون زوينه بزاف بزاف بزاف، وحتى المفعول ديالها تيكون واعر. غادي ناخذوا البنات المبشره نرجعوا نجيبوها عاوتاني من جديد. غادي نخدموا في هذه الجهه هذه المره، وغادي نبشروا مقدار 3 المعالق كبار حتى لأربعة. يعني غادي ندير تقريبا انا نص هاد الصابونه فقط، وغادي نوقف النص والنص الاخر غادي ترجعيه حتى تعاودي تخدمي به عاوتاني ملي يسالي لك. هنا البنات ماشي كنكثروا الكريمات على الوجه ديالنا ولا الجسم ديالنا، وانما كنحاولوا نحافظوا عليه يعني ما يتصبغش وما يتوسخش وما يعني ما يوليوش فيه هكذا ليطاش ويولي كاع متشبع بالوسخ. فهمتوا البنات؟ يعني الجسم ديالي نتهلا فيه بالتبريمات بالكريمات، يعني اماكن الداكنه نتهلا فيهم حتى هما بالتقشير وبالتبييض، يعني ماشي عيب اننا نتهلا في راسنا. صافي البنات هذا النص هذا غادي نرجعوه هنا، الريحه ديالها كتحمق البنات. غادي ناخذوها غادي نسوسو هذا كما شفتوا معايا هكذا، هذا باش غادي نخدمو حالا. انا رجعت معكم البنات بعد ما بشرناها كما شفتوا، هاد المكونين بجوج جابوا ديك الفيضه ديالهم وطفينا البوطه. من بعد غادي ناخذوهم البنات، ناخذوا هذا الصابون اللي حكينا قبل ونلوحوه فيه هو سخون، يعني ما نخليوش حتى كيبرد راه غادي يعذبنا وما يبغيش يدوب لينا، يعني ضروري اننا نستعملوه باقي سخون. غادي ناخذوا البنات هنايا الكاسروله وغادي نستمروا في التحريك، وغادي نجيب الباتور، واللي ما عندهاش غادي تاخذ اي طحانه عندها في الدار، اي حاجه كطحن بها في الدار غادي تستعملها باش كنحيدوا الاثار ديال الصابون ديال اللفت ديال اي حاجه كانت عندنا هنا، ما تبقاش باش نحصلوا على واحد الكريمه نبقاو معايا ما تمشي ما تمشيو فيه. هنا البنات غادي نحاولوا ما امكن اننا نضربوا هادشي مزيان باش نحصلوا على واحد الكريمه اللي تكون متجانسه. هانتوما البنات بعد ما ضربناهم بالباتور شوفوا القوام اللي كنحصلوا عليه هنا، نحاول نقربكم شفتوا ما كيبقاش الامر لا ديال الصابون ولا ديال اللفت، ومع ذلك غادي نحيدو حنا الشك. شنو خاصنا نديرو؟ غادي نجيبو واحد ليفامونس او لا واحد تقشيره او لا واحد توب ديال حياتي، اي توب يكون هكذا كيصفي، وغادي نجيبو واحد زلافه. انتما بنات انا جبت زلافه نخدمو بها هنا، غادي نشدو هاد المكونات ديالنا وراه باقي كلشي سخون، حذاري انكم تحرقوا. يستحسن انكم تخدموه باقي دافي تيجيكم ساهل كلشي باش تخدموا به. غادي ناخذوا البنات هاد الجورب ديالنا او لا اي توب كيما قلت لكم من قبل كيصفي، وغادي نحاولوا ما امكن اننا نصفيو فيه المكونات ديالنا. هذه لا شكينا ان دازت شي حاجه، حنا بغينا واحد الكريمه اللي تكون نائمه جدا كما قلت لكم. ايوا بنات بعد ما صفيناه شوف راه ما لقيت فيه انا والو بزاف، راه ضربتيه بالضرب ما كيبقى فيه والو. غادي ناخذوا البنات هذه الكميه مثلا غادي نحتفظوا بها للوجه، ياك راه باقي عندي في الكاسروله باقي ما صفيتوش بهذيك المصفات اللي خدمت بها، ولكن هاد الكميه الاخرى الا بغيتي تستعمليها الاماكن الداكنه غادي تزيدي فيها تزيدوا فيها البنات سودو كريم. سودو كريم ومن لا يعرفه يعني شي حاجه واعره 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 في تبييض المناطق الحساسه، غادي نزيدوا فيه معلقه ديال سودو كريم. غادي نزيدوا البنات معلقه ديال بيكربونات الصودا، اللي عندها الحساسيه منها او لا ما كديرهاش او لا عندها تخوف منها هي راه عادي، راه تنديروها عادي، ولكن في حاله الا بغيتي البديل غادي ديري نشا، غادي تزيدي هنا معلقه ديال النشا صافي، وغادي تحتفظي بهذه الكريمه حتى الاسبوع ما تخافيش منها، فقط انها تكون في واحد المكان بارد، يعني ما تستعملش او لا عفوا نحتفظوا بها في واحد المكان اللي يكون سخون. هنا البنات غادي نشدو هاد المكونين اللي زدنا، غادي نحاولوا ما امكن اننا ندمجوهم مع المكونات السابقه، غادي يبداو تيتفاعلوا مع بعضياتهم كما كتشوفوا معايا هنا شفتوا، بداو تيتفاعلوا مع بعضياتهم كيدوب لينا سودو كريم بواحد السهوله، انا زدنا بيكربونات تما والمكونات الاخرين باقيين سخان.
صافي البنات كيولي الشكل ديالهم بيض على الاخر. ها نتوما باش تعقلوا عليه، هذا ديال الاماكن الداكنه والجسم راه كيكون شويه داير بيض بزاف 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 ناصع البياض كما كتشوفوا معايا، وهذا لا. صافي غادي تاخذوها البنات وغادي تحتفظوا به فواحد الاناء اولا فواحد القاروره زجاجيه، ما ديروش بلاستيك، من الافضل انكم تستعملوا الزيت. صافي البنات غادي نخلوها فواحد القراءه ديال الزاج، ردوا البال انها كتولي يعني بحال لا كريم فريش، كتولي ثقيله خفيفه وثقيله، هي راه خاويه رغوه ولكن راها شي حاجه طوب. بقاو دهنوها يعني ما دهنوهاش غير بعد الحمام، يعني من غير الحمام ديروها، ديروها قبل الحمام ماشي بعد، انك تكوني حكيتي بالليفه وداكشي تقدر تحرقك، اما الا ما كانش يعني مدوشه وداكشي تقدر تستعملها في اي وقت، تستعملها حتى جوج مرات في النهار راه ما كاينش مشكل، راه بالعكس كتعطيك واحد الصفاء وواحد البياض الجسم ديالك لا مثيل له. شوفوا البنات راه مازال عندي هنا الوصفه، راه مازال هذا الشيء خاصني نصفيه ونضيفه لهاد المكونات الاخرى. ها نتوما شفتوا راه ما فيهش كاع حتى شي حاجه حرشه، ومع ذلك نديروا الاحتياطه ديالنا اننا نصفيه. هانتوما شوفوا البنات نحتفظوا به ضروري مكان بارد. هنايا البنات اش غادي ديروا؟ غادي نبقاو ناخذوا الوصفه ديال الوجه، غادي نبداو نستعملوها على الوجه ديالنا بحركات دائريه ونخليوها واحد المده لا تقل على 40 دقيقه. هاد الوصفه هذه تبقى 40 دقيقه بثلاث مكونات فقط، راه عندنا تما غير اللفت الحليب صابونه ديال دوف. الا بغيتي تزيدي هنا وعندك الهالات السوداء وعندك البشره الجافه، الا بغيتي تزيدي فيتامين او اولا اي زيت تستعمليه زيديه، ما بغيتيش بغيتي تخليه بحال هكا احسن وافضل. بالنسبه لهذا البنات راه نفس المكونات ديال هذا، فقط زدنا هذوك المكونين الاخرين. راكم متبعين معايا كل شيء، غادي تكونوا فهمتوا كل شيء، واي حاجه يعني ما فهمتوهاش خليوها ليا يعني في السؤال، يا سواء في التعليق او لا في اللايف في العشيه ان شاء الله على الساعه 8:30 حتى ل 9 مرحبا بكم. في البنات ملي تغسلوا وجهكم حاولوا ما امكن ما تغسلوش بالماء سخون بزاف، حاولوا ما امكن الماء يكون دافئ الى بارد، راه الحال سخون دابا بزاف باش ما يبقاوش ليكم المسام مفتوحين بزاف. هاد الوصفه البنات راه تتنشف، ملي تنشف غادي تقوميوها وغادي تغسلي وجهكم وبالصحه والراحه، ودهني وجهك باي كريم كدهني به مرطب او اي زيت كتستعمليها. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، تكونوا استفدتوا منه. الى اللقاء الى فيديو قادم بحول الله.